احنا مش في طابونه. عايزين ايه؟ عايز اشوفهم يا حب حياتي. حياتك؟ انت حياتك خلصت من زمان، جاي تفتكر حياتك دلوقتي؟ الاجريه دي ينزل فيها يا جدع، هو احنا هناكلها؟ وربنا انا النهارده بس عرفت ابوك سماك بهيج ليه. يا جماعه العتب على الناظر، انا دخلت عندهم لقيت واحده حواجبها هي ودنيا نكفه واحده، افتكرتها هي. ايوه هي نفس الحواجب بس البودي مختلف. يا استاذ ديزل بعد اذنك طلع حنا يا راجل، ده احنا حتى اهل منطقه. الواد ده نسيت اهل المنطقه. يا ناس ما تشوهوش سمعه الكتكات، الكتكات ما فيهاش تحرش. يا دي اسامه، شغل الحكاكين اللي بتعمله اول يوم العيد في جنينه البساط مش هينفع مع ضيوف. بص هنشوفها وننفذها. يا مصريين يا مصريين افهموني يا ناس اسمعوني، انا واحد منكم حاسس بيكم، عارف ان نصيه ما اتجوزش، عارف اننا تعبانين، بس واحده واحده. شوفوا الهند بدات من الهند بدات من تحت. نفسي اتكلم عليكم. مش هي دنيا الصياد دي فيها شنب منها بس. ازيك؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ خلاص يا بابا. ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك؟ ده الحكاك الكبير. اتفضل. ايوه هي دي مصر. هنمسك نفسنا هنتجوز كلنا. هنمسك نفسنا هنتجوز. الله حافظ. بس يا استاذه انت تعرفي لعبت اللباس بول منين؟ ايه الباس بول ده؟ دي اللي هي كره القاعده اللي مالكيش في الانجليزي ولا ايه؟ خير اللهم اجعله خير. ما شاء الله بيت سيادتك اكبر من مدرسه الاورمان. لا ده مش بيتي. امال ايه ده، ملجا ده ولا ايه؟ لا مش ملجا، هبعت لك عنوان بيتي في مسج بالمواعيد. شكرا يا ديزا. ده شكرا لك انت يا ست هانم على الشغلانه الحلوه وعلى زيارتك لينا. تصبح على خير. الحمد لله على السلامه. مفيش عشاء ولا ايه؟ ولو قلت لك ان احنا عايزين دنيا. لا no. هندفع يا راغب. انا مش هكررها. يا ريت. بس صدقني الرقم المعروض واو. كان لازم تسمعه. برضه لا. اوكي راغب. هلو دونز. هاي هاي هاي. والله كنت هزعل لو ما كنتش شفتك قبل ما امشي. يا اخي يا ريتك كنت زعلت. اخف دم.